بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني إن شاء الله النهاردة هنشرح كده جزئية بسيطة بخصوص، طبعا يعني هي تعتبر زي اكسرسايز عن فلو شارت. تمام، طبعا الاكسرسايز ده مثلا لقيته كتير على الجروب، يعني قلت ممكن أعمل عليه زي فيديو كده توضيحي، وهيساعد برضو في شرح أو فهم الأجزاء التانية في فلو شارت. تمام، طبعا كنت أنا بعت الجروب قبل كده أو عملت شير لهنا باشمهندس آية ناصر، طبعا شرح الأساسيات بتاعة الفلو شارت وكده. طبعا لو الناس مش فاهمة يعني الأساس والبداية بتاعتها كلها، إن شاء الله بنسبة كبيرة الفيديوهات اللي أنا عملها شير على الشانل عندي موجودة في البلاي ليست بتاعة الكمبيوتنج. إن شاء الله الناس تتفرج عليها هتفهم الموضوع من الأساس ماشي إزاي، وهتساعد ناس كتير أوي. يعني اتفرج على الفيديوهين بتوع الفلو شارت الخاصة بيهم. تمام، إن شاء الله هنوصل للمرحلة اللي احنا هنكون فاهمين يعتبر الأساسيات كلها بتاعة الشارت اللي ممكن تخليني أشتغل في الإكسرسايز اللي أنا هشتغل فيه حاليا أو أي إكسرسايز تاني إن شاء الله. يعني هو طبعا ده اللي هو الإيدرو، البرنامج طبعا خاص بالشارتس والدايجرام والمايند ماب والكلام ده كله اللي هيتخصص البرمجة، أو اللي هو السلوب بروبلمز عموما. يعني فهي بس الفايدة للسلوب شارت زي ما الناس كلها عارفة، لا بتستخدم في السلوب بروبلمز، يعني أنا بستخدمها كحل المشاكل اللي عندي خصوصا في البرمجة. يعني في يعني بروجرامر كتير بيستخدموها إن هي إيه، يعني زي فكرة إزاي أوصل لحل المشكلة بتاعتي قبل طبعا ما يشتغلوا مثلا كودز في سواء كان مثلا أي بروجكت يعملوه، سواء مثلا كان على سي بلس بلس عموما، يعني لغات برمجة وكده، بيفضلوا إن هم مثلا كريتوا فكرتهم أو حل مشكلتهم من خلال اللي هو الفلو شارت دي. تمام، في ناس يعني بتحبها كتير أوي، هي الصراحة لذيذة بجد يعني، بس لو الفكرة وصلت الناس يعني بشكل مظبوط. فعشان بس ما أطولش في الإكسرسايز ده، إن شاء الله هنحله على طول كده ومع الرسم برضه يعني. تمام، هو طبعا الاكسرسايز بيقول consider the following flow chart that represents، يعني بيقول لي من خلال الفلو شارت اللي قدامك دي اللي بتمثل برنامج. تمام، هنا مثلا برنامج طباعة اللي هي الفاكتورز اللي هي باقي القسمة بتاعت اللي هو ايه، هنا بيقول لي an integer n. تمام، انا بشرح البرنامج ملخص الكلام على طول. عايز مثلا هنا بيقول لي الفاكتورز بتاعت الان انتجرن او الرقم الصحيح ان. تمام، عايز بقى القسمة بتاعت الرقم ده. هنا اداني فور اكزامبل، قال لي المثال بتاعك اللي هو الان مثلا ب 20. تمام، هو عرفني الان ب 20، في حاجة تانية عرفاني في انفورميشن او في حاجة نبهني بيها، قال لي البروجرام بتاعك ده بيطبع، قال لك البرنامج ده بيتبع لما يكون مديك ال n ب 20، قال لي البرنامج بيتبع الأرقام 1 و 2 و 4 و 5 و 10. تمام، 1 و 2 و 4 و 10، وفي الآخر قال لي and 20 20 1 و 2 و 4 و 5 و 10 و 20، يعني حدد لي الأرقام اللي بيتبعها. فأنا أفهم من كده إن هو باقي القسمة معروفة إنها بتكون لازم يكون رقم صحيح. فأنا لما انا ادخله مثلا الرقم ايه اللي هو اديهولي، اجي مثلا لما اطبع الارقام مثلا من واحد، تمام، من واحد هنا يعني معلش، يعني في نقطة تانية، قال لي الفلو شارت ار نمبر فروم واحد، يعني قال لي من واحد لستة. تمام، الارقام اللي هي الظاهرة قدامي. فهو عموما يعني لو انا كان قال لي مثلا الارقام الصحيحة، الحد طبع لي الارقام الصحيحة من واحد، معلش بس قال لي من واحد واتنين واربعة وخمسة وعشرة، معنى كده ان هو خد كل رقم مثلا من الكاونتر بتاعنا، هقول لك على طول الكاونتر من واحد لعشرين، خد كل رقم من دول وقسم يعني 20 مثلا على واحد. تمام، 20 على واحد دي طبعا 20، معنى كده باقي الاسم بتاعي بزيرو. حاجة عندنا باقي الاسم في البرمجة اللي هي الشرط بتاعتها اللي هي البرسنت اللي هي علامة في المية. تمام، عشان بس نفهم الموضوع تاني بسرعة، هنا ما عايز الفاكتورز، عايز باقي القسمة بتاعة الرقم n، وقال لك الرقم ده لما قسمته على الأرقام اللي هو مديها لي طلع لي واحد واتنين وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين، معنى كده إن هو قسم
العشرين على عشرين، يعني وصل للعشرين. تمام، معنى كده انه وصل للعشرين. يعني لو and 20 معنى كده انه وصل للعشرين، فبالتالي الكاونتر بتاعي هيبدأ من واحد عشرين، عشان هو حدد لي هنا الطباعة بتاعت العشرين. فانا مثلا لو قلت عشرين على واحد ماشي هينفع، مفيش البال اسمه يكون بزيرو. عشرين على اتنين فيها العشر، تمام ينفع، حتى قال لي الواحد والاتنين. عشرين على التلاتة لا، هيبقى تلاتة الطباعة بتاع او الرقم اللي هيطلع لي هيبقى تلاتة وستة من عشرة، فبالتالي مش هينفع. انا عايز بقى الاسم بتاعي لازم يكون بزيرو، ما ينفعش فيه كسور. تمام، عشرين على الاربعة ينفع فالخمسة، عشرين على الخمسة فالاربعة ينفع، عشرين على الستة والسبعة والتمانية والتسعة ده كله مش هينفع، عشرين على العشرة ينفع. تمام، بقى الاسم هيبقى بزيرو، وبعد كده ده كله مش هينفع. وقال لي في الاخر عندي 20، قال لي اللي هي 20 على 20، فبالتالي 20 على 20 ينفع برضه، ده بقى القسمه بزيرو. فانا عرفت الكاونتر عندي دلوقتي بقى من 1 ل 20. تمام، يعني بس شويه نظري كده في الاول عشان نفهم الموضوع هيمشي ازاي. طبعا انا هرسم، هنحل الاسئله طبعا بعدين، بس انا هرسم البرنامج هيمشي ازاي، وانا هحط مثلا مكان الارقام دي ايه، اللي هي مثلا 3 و4 اللي هو الديشن بتاعي او الشرط بتاعي والكونديشن والكلام ده كله، احط مكانها ايه. تمام، اول حاجه طبعا اخد الستارت عادي. تمام كده الستارت بتاعي ماشي، انا من خلقت ستارت عادي. تمام، تاني حاجه المفروض اخد اللي هو الانبوت ان، او اللي انا عملت ستارت عادي، او انا احدد البدايه والنهايه كمان بالمره. تمام، احدد البدايه والنهايه بتاعت البروجرام بتاعي بالمره. ان تمام كده، انا حددت البدايه والنهايه بتاعت اي برنامج طبيعي يعني. تمام، تاني حاجه انا اقول لليوزر الانبوت ان، دخل لي الان. تمام، هنا هو اداني مثال اللي هي العشرين، بس انا هتعامل برضو اللي هي عادي ان، او اي رقم ممكن ان ده احط اي رقم تاني غير عشرين مفيهاش مشكلة. انا هو هتعامل هنا كأي نقطة غير العشرين، يعني قال لك ان حسب ما انت اليوزر يدخل، حسب ما الريد بتاعي يكون كذا مش تفرق. تمام، فتاني حاجة هناخد الانبوت ان. تمام، الانبوت طبعا عارفين اللي بتدخل في اللي هو ايه الشكل ده. تمام، حاول بس اصور لي كده. اقول له read in او input in. اقول له يس دي كده. تمام، تمام كده انا ماشي بخطوات عادية خالص. انا دلوقتي دخلت القيمه الان. تمام، المفروض بعد كده اعمل ايه؟ المفروض ان انا ادي كاونتر، الكاونتر بتاعي مثلا هيبدا من 1 ل 20. تمام، 1 ل 20، انا مثلا بدات من 21، ايه المفروض بعد كده؟ يعني هل مثلا اقول له اطبع، او هل اقول له مثلا برنت اللي هي الان على الاي، مثلا 20 على الكاونتر بتاعي، 20 على الواحد، 20 على 2 وكذا؟ لا طبعا مش هينفع، يعني الموضوع مش هيبقى كده خالص. المفروض مثلا انا احدد له الاول شرط. تمام، بعد ما اعمل الكاونتر احدد له شرط الان دي قيمتها هتكون كام، او الكاونتر هي مثلا هيكون اكبر من ان ولا اقل من ان ولا لا. يعني لازم اكون عارف النقطة دي، الكاونتر بتاعي اللي انا عملته ده هيكون اكبر من ان ولا اقل من ان. فانا طبعا بعد ما عملت الانبوت واليوزر دخل القيمه، المفروض اعمل دلوقتي حاجه اسمها ايه، اللي هو الكاونتر بتاعي اللي هو الاي. انا ممكن انزل الاي واحد تاني، بس يفضل بيكون ايه الاي. الاي دي بتساوي او بيبدا من واحد. تمام، الاي بتاعي بيبدا من واحد، يبقى الكاونتر بتاعي بدا من واحد. تمام، يبقى انا قلت واحد وهكذا لحد ال20، ده كده الكاونتر بتاعي. ايه البروسيسنج اللي تحصل بعد كده؟ تمام، يعني ايه العملية المفروض تحصل بعد كده؟ هنا لو لاحظتوا يعني في الموضوع هنا، يعني هنا قال لي 3، انتوا عارفين اللي هو decision، او هنا المفروض يكون في while او if، يعني في condition. طب انا مش فاهم برضو، يعني هو يعني ايه المطلوب مني؟
فاحنا كنفهم برنامج بشكل مبسط، احنا المفروض اول حاجه دخلنا ال ان، كنت ال ان كنا مثلا 20، تاني حاجه عملت الكاونتر بتاعي اللي هو الواحد اللي هو الاي هيبدا بواحد، تمام. تالت حاجه هقول له شرط، اقول له ال ان دي، ال ان دي اقول له اف، الشرط بتاعي المفروض ماشي كده، هقول له اف الاي كاونتر بتاعي ده اكبر من ال ان، اديله شرط كده اف كاونتر اللي هو الاي اكبر من ال ان، ايه اللي يحصل؟ يا يس او نو، تمام. لا يس او نو، طب لو يس انهي البرنامج. انا طبعا انا قلت الكاونتر بتاعي هيبدأ من كام، من واحد ل 20، انا كده طبيعي عشان خاطر ال ان دي كده ايه تبقى 20. فانا لو قلت له، لو انا قلت له الاي دي، الاي وصلت او الكاونتر وصل لاكبر من 20، بالتالي انهي البرنامج، انا خلاص كده انا خلصت يعتبر، تمام. يبقى انا هديله شرط اقول له اف الاي دي اكبر من 20، لو الاي اكبر من 20 انهي البرنامج، اللي هي ايه؟ يس، تمام. طب لو نو هيعمل عمليات تانية، تمام. يعني دلوقتي انا قلت له الاي اكبر من 20 انهي البرنامج، طب لو نو اعمل بروسيسنج تاني. فالموضوع كله هيمشي ازاي بقى؟ ان عندي دلوقتي ال اي دي ده كاونتر قلنا من 1 ل 20، لو اكبر من 20 مثلا اند البرنامج على طول، لو نو هتعمل ايه خطوات تانية. ايه الخطوات التانية دي؟ انا قلت مثلا ال اي مثلا ب2، تمام، قلت ال اي ب2 والكاونتر مثلا ب2 حاليا ب2 ودخل على الشرط، لا الاي اللي هي اقل من الان اللي انا دخلتها فوق، اللي قلنا مثلا 20، قلنا الاثنين اقل من 20، تمام، يبقى مش يس، يبقى نخش على نو، تمام. دخلنا على نو، قابلني شرط تاني، قابلني شرط تاني اللي هو ده اللي هو رقم 4. طب ايه الشرط ده؟ هل انا بعد ما دخلت على الشرط التاني ده اطبع الفاليو بتاعت ال ان دي ولا هكمل كاونتر تاني؟ الموضوع هيمشي ازاي؟ اول حاجه رقم 4 دي المفروض نقول له شرط، نقول له الشرط ده اف، هنقول له اف الاي علامه في المية، انا بتكلم بس نظري، هعمل الكلام ده كله دلوقتي، اف الاي علامه في المية اكبر من سوري الاي بيرسنت الان بتساوي زيرو. يعني لو باقي قسمة ال n على ال i بتساوي صفر، هتعمل حاجتين، يا yes أو no. no لو هي ما بتساويش صفر اعمل سكيب ليها، تخطاها وروح للكاونتر اللي هو هنا بيقول لك ايه اهو، ثاني هنا بيقول لك ال i بلس بلس، ال i بتساوي i بلس 1، او هي ال i بلس بلس هي ال i بتساوي ال i بلس 1، تمام. فلو هي بالفعل باقي القسم ده، لما انا حطيت له شرط قلت له الاي باقي القسم على ان تساوي زيرو، تمام. لو هي بالفعل بتساوي زيرو، لو يس او ان لو هي بتساوي زيرو، اس اعمل لي برنت للفاليو اللي هي مثلا قلنا 1 و2 وهكذا، تمام، حسب الفاليو اللي هي في الكاونتر حاليا. قلنا مثلا لو 2 2، يبقى هنقسم بقى ال 20 على ال2 باقي القسمه بزيرو، يعني كده انها يس، فبالتالي هيطبع، تمام. طب لو هي نو، لو انا عملت الشرط بتاعي وده طلع نو، فبالتالي خلاص اعمل لي سكيب للرقم اللي هو حاليا في الكاونتر اللي هو مثلا 3، انا اقول مثلا 3، انا قلت ان انا دخلت رقم غلط مثلا دخلت 3، لما انا اعمل الشرط بتاعي اللي هو الاي باقي القسم بتاعه على الان ما بتساويش زيرو، بالتالي هيعمل لي نو، كمل اعمل لي سكيب، ارجع تاني للعداد، العداد شغال زي ما هو، الكاونتر شغال زي ما هو، بس بالتالي العداد مثلا كنا واقفين على 3، لا هيروح للأربعة وهيرجع تاني للشرط الأول اللي هو بتاع 3 ده، هل هيرجع تاني هيقول له هل طبعا الاي اكبر من، لا لسه الأربعة مش اكبر من، بعدين هيخش تاني للشرط التاني هيقارن هل باقي القسم في الاي على الان بيساوي مثلا زيرو، اه لو الأربعة هتكون بتساوي زيرو عشان 20 على 4 فيها 5، فبقى الاسم بتاع الرقم صحيح، لازم بقى الاسم يكون رقم صحيح عشان يكون زيرو، فبالتالي لو هو رقم صحيح هيروح لايس ويتبع الفاليو بتاعتي، تمام. بس ملحوظة في فرق هنا، هيعمل بعد ما يتبع الفاليو بتاعته بيرجع تاني يكمل الكاونتر عادي، وبرده فوق لو هو
الفاليو بتاعتي طلعت مش رقم صحيح، هيعمل يعني نو اللي هو سكيب، بعدين يرجع برضو الكاونتر شغال لحد ما يوصل للعشرين اللي هو اخر الكاونتر. تمام، انا قلت البرنامج بيطولت شويه بس بشكل نظري. هرسم بقى البرنامج اكمله. تمام، وانا برضو وانا شغال وانا برسم هشرح برضو. تمام، ان انا دلوقتي عملنا البرسنت اللي هو الكاونتر بتاع اي. تمام، هديله شرط. تمام، السيشن عنده اهو. تمام، اقول له اف يعني اف الان لان عندي اكبر من ال سوري اف الاي، اقول له اف الاي اكبر من ان. لو الاي عندي دي اكبر من ان، تمام. وهنا دلوقتي احنا قلنا في اي decision له yes او no، فانا اجيب مثلا هنا yes. تمام، معلش هو زوم شوية كده. سوري سوري سوري، هو طبعا ده كده ملوش علاقة نهائي. تمام، فأنا دلوقتي أنا قلنا أي decision بيكون yes أو no. فأنا دلوقتي أوصل بس ده كده connector. كده يعتبر انا عملت مثلا اللي هو الشكل اللي هو الاساسي بتاع الفلو شارت بتاعي عندي. تمام، اظبط بس الاشكال دي. تمام، انا كده قلنا اول شرط اف الاي اكبر من ان، لو الكاونتر بتاعي ده اكبر من عندي يس، لو هو بالفعل عدى ال 20 خلاص اف يعني واقف البرنامج ايه ان. تمام، طب لو هو نو لو هو نو هنا هيعمل بقى ديسيشن تاني زي ما احنا شرحنا. هنا مثلا ناخد ده كده نحاول ممكن نغيره نو. هنا اكتب نو. تمام، ياخد عندي دي قلنا هنعمل ديسيشن تاني. اعمل كونكتور عادي. تمام، كده يعتبر انا قلت لو يس هنا البرنامج، لو نو يعمل ديشن تاني. الديشن تاني قلنا ال اي بيرسنت ال ان تساوي 0، ده برمجيا بيكون كده كده. تمام، لو ال اي لو بات قسمة ال ان على ال اي بتساوي صفر، طبعا قلنا في طريقتين، يا يس اطبع وارجع تاني للكاونتر، لو نو اعمل سكيب للرقم ده وارجع تاني للكاونتر. تمام، فانا هكمل نكتب الشرط بتاعنا وهنكمل بقى البرنامج عادي. قلنا نقول اف او از عادي مش تفرق. اف تمام، الاي بتاعتي بيرسنت علامة في المية اللي هي ال ان بتساوي زيرو. هو بس برمجيا يعني بيقول لي تساوي 29، خاطر انا لو قلت يساوي واحدة برمجيا انها بتساوي قيمة بقيمة. اتنين يساوي معنى كده يعني معناه يساوي يعني الحد ده بيساوي زيرو. تمام، بس يعني هو موضوع برمجيا بيكون كده بس مش عارف. فمش تفرق يعني فلو شارت ممكن تكتبها بأي لغة، ممكن تكتب ب is factors if i factors يعني حاجة زي كده يعني مش تفرق أوي يعني. تمام، فأنا أكتبها كده. دلوقتي أنا أعتبر كتبت الشرط بتاعي. تاني خطوة المفروض أعملها، قلنا عندي لو نو أو يس، قلنا أي decision بتاعي بكل نو أو يس. لو يس هيتبع لي الفاليو. تمام، ويرجع تاني للكاونتر. لو نو هيرجع للكاونتر بس يعمل ايه سكيب للرقم. فانا دلوقتي المفروض اعمل اوتبوت واعمل كاونتر بقية البرنامج بتاعي. تمام، فانا هاخد دلوقتي بروسيسنج. تمام، اهي
كده بس. كونكتور تمام. طبعا قلنا عيد الشان يسأل عامل هنا واحدة هنا نو. تمام واحدة كمان نايس. تمام قول له نو. تمام كده يعتبر انا اعتبر اكتب بس الكاونتر بتاعي الاي يتساوي الاي بلس 1، او ممكن اكتب اي بلس بلس مش تفرق، بس احنا عندنا شغالين بلس 1. تمام معلش. تمام كده هنا اخيرا بقى طبعا بعمل برنت للفاليو بتاعتي، انا اقول له برنت. تمام print كده يعتبر يعتبر البرنامج كده احنا خلصناه، يعني يعتبر شكلا كده يعتبر احنا خلصنا البرنامج. تمام بس تعالى شوية. لسه بس هنعمل كونكتور بين ده وده. تمام وده تمام بس. كده دلوقتي احنا يعتبر فهمنا البرنامج ماشي ازاي. ان شاء الله هنحل الأسئلة اللي هي موجودة على الشيز دي عندي، هنحلها وهنفهم الموضوع ماشي ازاي. تمام نعم بس كونكتور تمام. كده دلوقتي يعتبر انا خلصت يعتبر الرسمة بتاعتي والكلام ده كله، فانا هبدأ مثلا احل الاسئلة، يعني هبدأ احل الاسئلة. دلوقتي هنا اول حاجة بيقول لي the number of structures is the program او in the program، بتكون هنا بيقول لي عدد ال structure بتاع الجملة if يعني. فهي كمثلا ك decision او كنت انت نفسك كطالب انت شايف اللي قدامك كام ديشن. انا شايف الاتنين اف. تمام فالمفروض الاجابه عندك تكون اتنين. تمام طبعا انا عارف ان كان في انسر، كان في انسر للحاجه دي، والانسر كانت ماشيه ازاي. هو هنا ممكن بس الانسر هو اما اختار واحد بناء على ايه؟ بناء على ان هو ممكن يكون شايل او شايل اللي هو الاف دي، حط وايل. تمام حط وايل قال له شورت بوايل. تمام خلاه تكرار، معنى كده ان لما حط وايل هنا بقى عندي شرط واحد والاجابه بشرط واحد عموما يعني. تمام هنا وايل اما حط وايل خلى الكاونتر بتاعي كله كده جوه الشرط بتاع وايل كده، ده بلوك كده جوه الشرط بتاع وايل. تمام فده الفرق. فهنا لو استخدم وايل ولا صح نستخدم اف عشان يس او نو. وايل المفروض ايه اصلا يعني؟ المفروض هنا يكون يس وايل، بينما طالما المفروض ده يكون يس وده نو. ده بس اللي فيه غلط، مش عارف ممكن فيه غلط كمان. فلو هو وايل المفروض ابدل يس مكان نو واشتغل عادي. تمام
ده وايل عموما المفروض تمشي مع ايس دايما اللي انا اعرفه. امال ايه يعني، انا ك مثلا كشغل دلوقتي كده، والمفروض اصلا في شرط او البرنامج ده ممكن اعمله باكتر من طريقه، مش تفرق يعني. المفروض انا دايما اخد اتنين، بس لو مشينا هو اختار على حسب شغله هو وايل، هتبقى التشيز عنده واحد. تمام. تاني حاجه بقول لي زمان بره فلوس في البرنامج، كم عدد التكرار في البرنامج؟ طبعا عندنا واحد اللي هي الاي بتساوي اي بلس 1 او الاي بلس بلس، هي دي كده واحده. تمام. دي هي دي. تاني حاجه بقول لك زمان بره نستيل ستراكشر ان ذا برنامج، ايه الحياة المنسدله او العمليه المنسدله في البرنامج. تمام. طبعا انا عندي اللي هي الكونديشن واحد اللي هي جمله اف، وعندي اللي هو هيطبع بس الفاليو اللي هي كانت رقم 5، دي حاجه منسدله يعني، هو طباع بس اكشن واحد، فحاجه منسدله واحده يعني، هي معروفه كده. ايه الحاجه المنسدله عندك، نستيل المنسدله عندك في البرنامج، ايه اللي هيحصل، اللي هي الطباعه. ايه اللي هيحصل في الاخر، هي الطباعه الاكشن الواحد معروفه يعني، ايه اللي هيحصل في الاخر البرنامج ده، هي الطباعه في البرنت بتاعه. انا عندي الانستيد تبقى ايه، واحد برضه. عندي الكونديشن ان تنحى الرقم، رقم كام، رقم دي نمبر دي. انا بقول لي ذا كونديشن ان ذا ديسيجن سيمبل 3، فانا بقول لي الشرط رقم 3 بيكون ايه. احنا طبعا لما اتفقنا قلنا لازم اف اي اكبر من ان، اف الاي اكبر من ان. طبعا عندي في الاختيارات الاي بتساوي الان، الاي اقل من ان ما ينفعش، ما ينفعش يبقى يكون الاي اقل من ان. تمام. بالتالي مش هتاخد ال 20. عندي الاي اكبر من ان. تمام. فده يعتبر اللي هو رقم دي عندي. رقم الاخيره بيقول لي the condition in the decision symbol 4 is، هنا بيقول لي الشرط رقم 4 هكتب في ايه. تمام. احنا قلنا الشرط رقم 4 ال if i percent ال n equal equal 0 كده الشرط بتاعي. هنا قلت لك ممكن تكتبها بطريقة تانية، ممكن تقول ال i is factor of n، ال i باقي القسمة من ال n، او باقي قسمة ال i باقي قسمة ال n على ال i. تمام. هي نفس المعنى، ممكن تكتبها نفس المعنى يعني، الشرط عموما ما بتختلفش، الاختلاف بس بيرجع في حسب ما انت بتكتب البرنامج. فطبعا الإجابة بتاعتها هتكون الأخيرة اللي هي ال i is a factor of n، وده يعتبر يعني شرح مبسط للفلو شارت دي. إن شاء الله يعني في أي مشكلة في الشرح ده أو في أي حد عنده تعليق عن أي جزئية هنا يبعتلي، إن شاء الله أقدر أفيده. وشكرا جدا لحضراتكم يعني.